طبعاً الحين رايحين على الطابق العلوي ونشوفه معاكم طابق الكيبوردات والدرمز والجيتارات. هذا الطابق العلوي. يا سلام، هاي تصفيفة الكيبوردات. SX600. طبعا هنا عند الزعامة PSR حبيبكم الـ A5000. سبعمية SX 900. شوروم جميل الصراحة. وهذا طبعا تعرفون اللي هو DGX 670 الجديد الأبيض. هاي سماعات يماها، هاي سماعات اللي هي نفس البوز بس طبعا خاصة في اليماها. مونيتر، سماعات حق الاستديوهات، ستينبرغ اللي هي من اقوى الميكروفونات، ستينبرغ. هذه المكسرات، الناس اللي تحب الاستديوهات شغل استديو. طبعا هذا مركب على السماعات حق اللي تبغى تجرب تشوف الصوت، كل شيء مجهز. سماعة تحت، وهذا طبعا نشوف الميكروفون مع الموديل هذا الجديد اسمه AG03. مكسر بسيط هذا صغير. وطبعا عندكم هني السندسايزر اللي هو MX61، فنان صراحة جميل هذا MX61 ب4390. وهذا MX نفس الفئة بس هذا 88 كيز ب5180 درهم. نفس الشيء بس هذا 88 كيز بيكون طبعا ثقيل ووايد الهار اللي هي الهارم كيز. وهذا قسم الجيتارات. طبعا الجيتارات يتكون من الجيتارات من البيز، هذا طبعا قسم البيز. الحين جيتار البيز الالوان الجديده هاي كلها جديده يا جماعه، تراها وهذا طبعا هني عندك اللي هي يسمونها الجيج ماركر. هذا شو عباره عن، يعني تاخذه يمكن حوالي المكونات داخل. شوف العلبه هذه حق الناس المبتدئين، شوف شو داخل موجود جيتار زين، وسماعه امبليفاير، وعندك التونر حق اللي تضبيط النوت، وهاي كلها موجوده داخل، وكيبل وبيكس وسترينج سيت وسترينجز ويندر وكله، والجيك باكس وكل شيء، والجيتار وكل شيء موجود داخل العلبه هذه. كل هذا اللي انتم شفتوه ب 1300 درهم. يعني بدال انت ما تروح وتشتري لك سماعه مثلا ب 800 ولا ب 900 وجيتار، هاي العلبه كلها مسوايه. شوف مع السماعه، شوف مع السماعه هاي داخل كله كامل، هاي شفت الاغراض كلها داخل ب 1300 في الوان طبعا. وهذا نفس الشيء نفس الطريقه. طبعا هي الحين عند الجيتارات
اقدر اكل لهن الكتريك جيتار ومع اللي هي كل هذا. الحين هني جيتارات اللي هي السترينجز والكونسرت والكل كامل. هاي شوف هنا كل فئات الجيتارات هني. هاي طبعا سماعات جديدة، هاي قيمتها ب 935، فيها البلوتوث. عملنا لها دعاية قبل، تقدر ترجعون للفيديو وتشوفون المكونات مالها. وهذا اللون الأحمر جميل درامرز، وهذا بيانو، وهنا عندك هذا الدرامر الأبيض. وتعالوا نسير حق الإلكتريك بيانو، الإلكتريك قصدي، آسف، إلكتريك درامر. هذا إلكتريك درامر، هذا فئة دي تي اكس، هذا ب 2405 دراهم مع الدواسات، والثاني ب 3245 درهم. طبعا يختلف الرقم، في ميزات زيادة، هذا اقل وهذا مميز زيادة. طبعا هاي الاشياء يعرفها الناس اللي مختصين في الدرامرز. واتمنى اني انا نقلت لكم اجمل اللقطات عن معرض ياماها الجديد، وانت رايح على ابو ظبي شارع الشيخ زايد مقابل محطة المترو البزنس باي اللي هي الخليج التجاري. وان شاء الله تكونوا بروحكم وتشوفون المعرض الجديد هذا، والى اللقاء ان شاء الله مع معلومات جديدة.